الإشكالية الثانية هي قلة الوعي عند المتلقي، فعندما يأتيه هذا الكلام في صورة فيها نوع من التزيين وفيها نوع من التزييف، ربما قد يتقبله المتلقي دون تصفية ودون غربلة ودون معرفة إذا كان هذا الأمر يطابق الحقيقة أم لا يطابقها. والبعض لا يكلف نفسه حتى مجرد السؤال، يعني هناك أشياء في الحقيقة تطرح بالبديهة. يعني نحن الآن عندما نتكلم حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يسمونه قبل النبوة صادقا أو يصفونه بالصدق والأمانة، هذا الرجل الذي يعني حتى في أي حالات العداء، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للهجرة كانت ودائع المشركين توضع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يأمنون على أموالهم غيره. هو ذاته الذي يصفونه بالسحر ويصفونه بالكذب ويصفونه بالفساد ويصفونه كما قال فرعون قديما، إني يعني ذروني أقتل موسى إني أخاف، ذروني أقتل موسى إني أخاف أن وليدعو ربه. يبدل دينكم أو أن يظهر، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالشعار الدائم هو أو الأسباب أو المبررات هي ذاتها، أن يعني داعية الخير يصبح داعية فتنة وداعية قتل. ولذلك حتى أهل العلم ذكروا يعني فرعون على ضلاله وفساده ودماء دمويته وكذا، يذكر موسى بحادثة قتل، يعني حادثة قتل خطأ حدثت، يعني حدثت من موسى عليه السلام، بينما يعني يتناسى فرعون سائر جرائمه كما يفعل الآن كثير من الناس. يعني يذكروننا ببعض التجاوزات التي تحدث هنا أو هناك ويتناسون يعني عقودا طويلة من الاستبداد وعقودا طويلة من الفساد وعقودا طويلة من طيب الإنسان. طيب لعل أيضا الجزئية الثالثة، واسمح لي بها فقط أختم بهذه النقطة نعم تفضل وسأختصرها، هي قضية أن من مشكلات المتلقي أحيانا يفتن نتيجة أفعاله. الله عز وجل لما وصف أقواما فقال سماعون للكذب أكالون للسحت. الإنسان عندما يغرق نفسه في أكل السحت وأكل الحرام ربما يصبح أيضا يتلازم معه وصف سماع الكذب، فلا يصبح ليس فقط سامعا للكذب بل سماعا، أي كثير السمع له متلذذا به، يعني ينتشي معه عندما يعرفه أنه كذب، لكنه يتماهى معه ويتمادى طيب معه ويصدقه نعم ويحاول أن يعني يتبناه. طيب